في إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة، نفذت القوات الجوية المصرية والأمريكية تدريبا جويا مشتركا بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة المتعددة المهام من مختلف الطرازات لكلا الجانبين بإحدى القواعد الجوية المصرية. التدريب تضمن عقد مجموعة من المحاضرات لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبية، إضافة إلى تنفيذ عدد من الطلعات التدريبية على مهام العمليات. في إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة، نفذت القوات الجوية المصرية والأمريكية تدريباً جوياً مشتركاً بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات لكلا الجانبين بإحدى القواعد الجوية المصرية. وتضمن التدريب عقد مجموعة من المحاضرات لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الطلعات التدريبية على مهام العمليات. تخللها التدريب على التزود بالوقود في الجو نهارا وليلا. وأظهر التدريب مدى ما وصل إليه مقاتلو القوات الجوية من مستوى احترافي عالي يؤهلهم لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم. يأتي التدريب في ضوء تنامي علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية.